اخوان الشاودي بخير كلشي مزيان. المهم اخوتي هذا الفيديو هذا درته على واحد بغيت نتكلم على يعني تقريبا ثلاثه نقاط. النقطه الاولى بندوي على حسب المتابعين اللي تيتبعوني. النقطه الثانيه بغيت نهضر على يعني علاش كندير فيديو الرسم. النقطه الثالثه بغيت نهضر على ديك المحساده يعني المحساده اللي ولاو كيهضروا بحال الكلاب وكذا. المهم اول حاجه كنبغي نشكر كامل جميع المتابعين اللي كيتبعوني. هذه راه شي حاجه باينه. علاش؟ بكل صراحه اللي شرف لي بلي ان الناس يتبعوني يعني في مناصب زوينه في خدمات زوينه يعني شي حاجه زوينه. علاش شرف ليا؟ تلقى مع واحد انه خدام في يعني في السبيطار اللي يعني كلينيك وكذا وكيقول لك بلي متبعك يعني شي حاجه مزيان. تتلاقى مع شي واحد اللي استاذ يعني مؤخرا تلاقيت مع استاذ ديال الماتش وقال لي كنتبعك وكاعجبني داكشي ديالك. كنتلاقى مع بزاف الناس اللي كيقول لي متبعينك في بزاف البلايص يعني كيتبعوني. الحمد لله هادشي شي حاجه زوينه. هادشي حاليا دابا عندنا واحد الصيت شويه المتواضع اللي في مدينه تقريبا يعني محليا يعني تقريبا بغينا ان شاء الله يكون يعني وطني ان شاء الله. هذه هي نقطه زوينه. علاش انا كندير فيديوهات؟ انا كنت بغيت نعرف يعني كنت بغيت يعني يا ريت ان الناس تسال هذا السؤال هذا يعني علاش كدير فيديوهات في المجال ديال الفن. غنشوف على غندوي على هذه النقطه هذه. كنديروا فيديوهات في المجال الفن باش ان شاء الله الناس تولي تتبع الفن. علاش تولي تتبع الفن؟ يعني كما كتبع مثلا الافلام كتبع يعني داكشي ديال الغناء وتتبع داكشي ديال الكوميديا بغي الناس حتى هي تولي تشوف فيديوهات ديال الفن. فانا الفكره اللي جاتني هو ان نديروا فيديوهات اللي زوينين يعني في 3 دقائق 4 دقائق اللي زوينين اللي يحاولوا الناس يشوفوه. والحمد لله راه الناس كتفرجوا في هادشي يعني كاين اللي مثلا ما عندوش اهتمام بالفن وكيشوف فيديو ديال الفن وكيعجبو. وهنا كتدخل لي الفكره بلي ان الفن شي حاجه زوينه. هذه الهدف ديالي من هاد الفيديوهات هذا فيديوهات. ثاني حاجه اللي بغيت نقول هو ان حتى الفنان كياخذ القيمه يعني كتولي عنده واحد القيمه فهمتي بسبب هذيك الفيديوهات اللي كيديروا كتولي عنده واحد القيمه وكيبان يعني كيبان في الصوره ماشي بحال انك تحط طابلو والفيديو هو ما بينش يعني غير في المعرض الطابلو ديالو موجود ولكن هو ما بينش. لا خاص الفنان يبان هو والعمل ديالو باش هنا تولي القيمه ديالو كتبان يعني القيمه ديالو كيبان كفنان. اللي بغيت اخر حاجه نهضر عليها وغادي نكمل هذا الفيديو. الناس المحسده الله يشافيهم لانهم مرات ما قلما زعما كنتصرط ليهم وقيلا ما عرفت شنو. وكاين واحد النوع اللي محسد وكاين واحد النوع اللي ما حاملكش وكيدير لك داك الضحك والطراره والتخربيق كنعيق هو بهاد التحراميات فهمتي. يعني شوف كنقول في هذا الفيديو هادو الناس اللي ما حاملينيش بلا ما يتبعوني ما عندي ما ندير بهم. انا واش ما ضروره تتبعني؟ انا عز لي يتبعوني الناس اللي كيبغوني وكيعجبهم داكشي كيعشقوا داكشي اللي كندير. اما الناس اللي ما عندوش مع هادشي اللي كندير بلا ما يتبعوني. علاش؟ واش يخمنوا عينو فيه؟ شتو لا لا شويه. وبعد نزيد واحد النقطه اخرى الاخر كاع شحال هذا من ما كناش كنديروا فيديوهات من ما كناش كنديروا الفيديوهات وكنا كنرسموها غير عادي وكذا بنادم ما كيهضرش ملي كنولي كنحطوا فيديوهات كدا عاش ولا قيل وقال. الله على القاعده هذه المنافقين كثروا صح. الله يدير الخير.